يقام هذا المعرض بالمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بالتعاون مع معهد غوتي الألماني حتى نشوف عن هندسة المناخ. يعني من أهم المهندسين اللي هو بينش وترانسلر اللي هم من ألمانيا من شتوتغارت عم بفرجونا كيف احترام المهندسين والتعاون حتى يتم ما بين هاي الثلاث العناصر بمجال هندسة المناخ والمحافظة على البيئة واستهلاك أقل مواد موجودة بداخل الأبنية والأجهزة الموجودة هم. يمثل معرض البيئة والتصميم والتعاون الألماني حقيقة تناول متخصص لمواد فنية بحثية قام بها فنانون ألمان. حقيقة هذا المعرض معرض متخصص في النماذج المعمارية، يعرض صور من النماذج المعمارية والمخططات والمشاريع المعمارية التي نفذها فنانون ألمان. هذه النماذج المعمارية هي موجودة في ألمانيا من بنوك ومن معاهد ومن مؤسسات. هذه المباني طبعا صممت بشكل بيئي كامل من ناحية الصوت والضوء ومن ناحية المواد الخام المستخدم فيها.